في شركه بتديك مرتب مثلا، فده برضو مش هيدولك غير غير لما تكون بتعرف تعمل حاجه فول ستاك على بعضها. انت بتعرف تعمل بس الباك اند، انت مستني حد تدور عليه يعمل لك الفرونت اند بتاع السيستم او العكس. فعشان كده بقول فول ستاك، عشان الواحد يبقى على الاقل يوم بيحصل حاجه، او مثلا على الاقل يرجع من شغله عنده وقت يعرف يعمل سيستم البيزنس ياكل فيه عيش. بس يعني انت شايف الفكره صحيح تمام. ف خلاصة احنا ما تخرجناش بره البايثون. انا حبيت ابص من فوق خالص شويه وقلنا بس اسماء الموضوعات اللي احنا الاتجاهات اللي احنا عايزين نتكلم فيها بدون تفصيل كله. احنا بس ما فصلناش غير الويب والموبايل وقلنا كفايه كده وقلنا نتخانق. فالناس دلوقتي يا اما ويب ابلكيشنز يا اما موبايل ابلكيشنز. لو احنا هنروح الموبايل ابلكيشنز انت تتعلم باك اند، هتروح ويب ابلكيشنز تتعلم الباك اند في الحالتين تمام. يعني لازم بدايتك تبقى لازم تتعلم شويه الباك اند، وبعد كده تتنقل بقى يا اما تبني موبايل ابلكيشن قدام يا اما تبني موبايل ويب ابلكيشن قدام. صدقوني انا لو يعني ما اعرفش بس يعني لو مكان يا دكتور اختار يعني اختار ايه؟ انا بالنسبه لي ويب او موبايل ما فيش مشكله زي ما يحبوا الشباب، دي او دي ما فيش مشكله. يعني انا اصلا ما عنديش مشكله يعني. ان انت اصلا بتعرف ويب يعني دكتور؟ لا انا ما اعرفش ويب ولا اعرف موبايل. انا بقول لك هتبدا ويب او تبدا موبايل ابلكيشن ما عنديش مشكله يعني. خدم على ايه خدم على ايه يعني؟ خلينا واضحين، مين اللي عايز ويب بيقول بس عشان نبقى عارفين. انا محمد مرزوق ويب. وانا كمان محمد حسن ويب، بس زي ما حضرتك قلت الاساس الباك اند. يعني ما فيش ويب بدون باك اند. اه طبعا. ما هي بين ما انت هتبني ازاي لازم تبدا. اه لا ويب ويب الاول، لان الاساس هو بالنسبه لي يعني. انا ويب عشان ما نطولش يعني. ويب تمام. كنا معايا ثلاثة ويب، واستاذ فريد في الشات ويب ماشي. الباقي اللي عايزين تعملوه فين اعملوه؟ ما توجعتوا دماغنا من الصبح في المحاضره. شو انتوا عايزين ايه؟ وخلصونا. ده الباقي ولا ليه راي؟ انا مع حضرتك يا دكتور مطرح ما انت رايح. يا دكتور انا عايز موبايل ابلكيشن بصراحه، عايز اعمل موبايل. تمام. يا في واحد موبايل. احب بس مين؟ يهمنا رأيك انت برضه يا دكتور يعني. انا والله العظيم كنت عايز اجل الكورس اللي جاي بصراحه على رايي يعني، لان انا اصلا معايا بروجكتس متابعينه بتاع دورك الجيت على فكره، ومشغولين فيه جدا، وقلت ممكن اجل المستوى اللي جاي دوت لان انا انشغلت. لا يا دكتور نرد عليك. لا يا دكتور نرد عليك. بيقول لحضرتك كان عاوز الراجل خلاص رجع عن رايه. لا الحمد لله، لكن لسه المستقبل لم يحدد. اذا كانت الخناقه هتزعل حضرتك، شوف حضرتك تختار ايه وشوف اللي احنا معاه. لا مش خناقه ولا حاجه. انا ممكن اقول ايه يا شباب خلاص احنا خلصنا وبتاع، واقول المستوى الجاي كذا. بس انا بناقش عشان يبقى انت فاهم انت رايح فين وبناء على ايه واختياراتك ايه، وتفهم ان الاختيارات دي وارده يعني. حاجه مفيد ومطلوب يا دكتور يعني. حاجه وارده يعني. انا ذات نفسي ممكن اقول والله يا جدعان انا هشتغل موبايل عربي مثلا. ممكن اقول لا والله يا جدعان احنا هنشتغل ويب. ممكن اقول لكم يا جدعان طب ما يلا نشتغل حاجه تشغلنا ويب وموبايل هم مره واحده، عشان يبقى يعني يبقى عرفنا الموضوع ماشي ازاي وخلصنا كموبايل وكويب، يبقى راضينا الاثنين يعني لحد كبير يعني مثلا. ده كويس برضه. ده كويس جدا كمان. بس هو الكورس هيطول في الحاله دي بس مش اكتر من كده يعني. لا مش مهم، بس النتيجه هتكون كويسه جدا يعني. خليه كورسين يا دكتور يعني، خليها ويب وموبايل وهتقع على كورسين. لو هتطول قوي المهم نكمل الباك اند زي ما حضرتك قلت ان في اوثنتيكيشن وفي والباك اند لسه قصته طويله، والويب عشان نعمل مشروع واتنين ونشوف مشاريعنا قدامنا، والموبايل كذلك. لو كورسين مفيش مشكله، المهم ان احنا نخرج مستفيدين عاملين في مشاريع. في حاجه في وجهه نظر ممكن اقولها لكم. ممكن نبدا نبني الشغل بتاعنا بالاوراكل جيت في الاتجاهين مره واحده، نبنيه موبايل ونبنيه ويب ماشي. يا عيني عليك، هو ده الصح. وبس نعمله على مستويين يعني. ايه المستوى الاول؟ نعمل حاجات بيزكس يعني، عايزين نقوم بس نعمل الباك اند حلوه تمام، ونعمل الفرونت اند كويسه،
تمام وبيكلموا بعض وبيشتغلوا تمام والموضوع كويس كموبايل وويب ماشي تمام موبايل ويب يعني نعمل عرض البيانات والسيرش والاضافه والتعديل والحذف والبحث وكله الدنيا ميه واحده في الفرونت اند وفي الباك اند بس ده يجي مستوى تمام مستوى تاني يتعمل فيه بروجكت تمام او ناخد فيه تفصيل ناخد لكم الموبايل الموبايل على مش هديه لكم موبايل يعني انا هشغل لك موبايل ابلكيشن وهطلعه لكم بيعمل عمليات لكن انا مش هشتغل ولا مع الكاميرا ولا مع البلوتوث ولا مع يعني الاخر الديفايس اللي هو الجهاز نفسه احنا ما بنشتغلش فيه حاجه احنا بنعمل عمليات اساسيه اشتراك مثلا في الموقع بتدخل بياناتك لوجن مش عارف بتعرض بيانات البلوجر مثلا بتعمل مش عارف حاجات كده بيانات شغل مع بيانات لكن انت ما بتشتغلش كموبايل اللي هو اللي هو موبايل اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الديفايس يعني مش هو الديفايس يعني ما بنشتغلش نفتح الواي فاي نقفل الواي فاي نعمل سكرين شوت من الابلكيشن ما بنعملش حاجات موبايل يعني الاخر هو ابلكيشن على الموبايل بس بيعمل عمليات مع بيانات كداتابيز وفي الحاله دي هتلاقي ان انت بتبرمج نفس الكود بيطلع معاك موبايل وبيطلع معاك ويب هتاخد قوه دفعه كويسه تمام ممكن دي تكون وهنعمل مشروع قوي في الاخر نعم وهنعمل مشروع قوي في الاخر ما احنا المستوى الاول اتفقت معاكم عليه لو انتم موافقين انتم مش ممكن نغير الفكره نقول لا احنا هنشتغل حاجه ويب كذا مثلا وخلاص او موبايل ابلكيشن كذا يعني عادي كان بقول ايه فكره ان انتم يعني في ناس منكم ويب وفي ناس ممكن موبايل في ناس لا ويب لا موبايل طب خدوا بالكم ما احنا عندنا اداه اصلا اسمها ريبل جيت بتكتب الكود هو مره واحده تمام وبيطلع لك كود مشكله اتكلمت ان هي مشاكلها كتير يعني ما قلتش مشاكلها كتير ولا حاجه قلت هي إيه عيبها حاجه واحده مش في الويب خالص عيبها في الموبايل ان هي مبنيه على حاجه اسمها كوردوفا وده مستوى البرفورمانس بتاع اداء الموبايل ما بيبقاش عالي في ايه قلت لكم في الاكسس بتاع الديفايس يعني ايه الاكسس بتاع الديفايس يعني انت لو عملت موبايل ابلكيشن الطلبه بتعمل ريجستر وبيشوفوا المحاضرات البيانات وبيعملوا مش عارف ايه كلام زي كده هتلاقي كله متساوي ليه كله متساوي؟ لأن كله هو عبارة عن هو بيكلم الـ API وبياخد منها بيانات ويرجع. ما بيعملش حاجة. لكن أنا بتكلم فين بقى؟ عايز أعمل جيم مثلا وجرافيكس على الموبايل، لا. هتلاقيه أبطأ ثلاث مستويات عن النيتف. النيتف أعلى حاجة وقلنا بعد كده الكروس بلاتفورم اللي هو زي الفلاتر والزمن والرياكت نيتف وهو يجي الثالث. فهمتني؟ انا واضح جرافيكس لا تمام هتشتغل بدون جرافيكس هتبقى العمليه صعبه تمام مش احلى بالفورمانس احنا تقريبا كلنا مش عايزين حاجه بتاعت جيمز ولا كلام فارغ يعني فالحته دي برضه مش هتهمنا لكن مثلا ممكن تكون مثلا ايه بتشتغل حاجات مثلا بتسيب ملفات على في الدرايف بتاعك او على السي دي او على الكارد يعني او بتتعامل مع البلوتوث او بتتعامل مع الكاميرا او بتاع هتلاقيه ابطا من النيتف تمام ما ده عيب خطير يا دكتور برضه أيوة. المفروض الموبايلات بتعلى والحاجات بتتحدث ايوه صحيح وده معناه لازم يكون شامل كل حاجه لان لما الاجهزه بتبقى عاليه والامكانيات بتبقى عاليه ده بيبقى عيب بيتلاشى يعني عيب بيختفي مع 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 صوت الاجهزه اللي موجوده لا هو يا دكتور يعني هو كده حضرتك انك تركز حاجه نركز على حاجه واحده يا ويب يا موبايل وبس لكن الحاجه اللي تنفع للاثنين دي اكيد حتى هيبقى فيها عيوب برضه ما انا قلت هو عيب واحد ما تخلونيش بقى تقولي ان انتوا مش فاهمين بتكلم واضح اقول العيب الوحيد يا دكتور في نقطة مهمة مطلوب ان احنا نوضحها احنا ما زلنا الان في مرحلة التعليم مش مرحلة البروفيشناليتي يعني لما نعمل حاجتين مع بعض عشان بعد كده نعمل مشروع بروفيشنال ده الافضل انا مش داخل دورة دلوقتي بروفيشنال انا لسه ببدا موبايل وويب والوقت بالنسبه لنا كلنا ضيق فلما ناخد الاثنين مع بعض ونطلع ببرودكت ثم بعد ذلك نعمل شيء بروفيشنال يبقى هو ده الافضل انما مش من دلوقتي يبقى لا الويب ينفع او ما ينفعش او الموبايل ينفع او مش انا اصلا امكانياتي حتى الان ما لا يعتمد عليها ان انا اطلع فينش برودكت يعني فلذلك انا موافق على الاثنين اللي هو ان احنا نعمل نبدا بتول تبدا بالاثنين بعد كده في بروجكت زي ما اتفضلت اللي عايز بقى يتعلم البروفيشناليتي ويطلع ويشوف بقى السبيد
ماشي الحال وقتها نسألك ويعني نطلع كل شيء، إنما في البداية خلينا نطلع شيء. تفضل. أنا ما أنت هي سألت أنت بترد عليها، أنا أسكت. لا لا أنا مجرد رأي مش مسألة رد، أنا يعني أصل لازم كلنا يعني الأغلبية هو اللي هيمشي صوتها طبعا يعني. وأنت بتقول اللي عندك جزاك الله خير. يعني خد بالكم العيب ده موجود زي ما تقولكم في كله، في الموبايل أبلكيشن كله، اللي هم الفيو والأنجلر والجيت جنبه طلع برا اللعبة طبعا، لكن الرياكت نيتف هو أعلاهم في الموبايل. تمام، بس هتشتغل على حاجه اسمها رياكت نيتف غير اللي هو الرياكت جي اس. لكن جيت انت وقاعد بتقول له انا عايز اشتغل موبايل واشتغل ويب، ماشي، تفتح لك الشاشه تكتب كود، الكود ده بيرن في الايه، في الاتجاه، فهمته؟ هي دي ميزته، يعني دي ميزته اللي هي اللي مخليه طبعا مش شرط. ممكن يقول يا جماعه بس بكم الكلام ده خالص مثلا اشتغلوا انجلر ما مطلوب في السوق عادي، فاهمني؟ يعني انا مش متحيز لحاجه يعني، بس ممكن نقول نشتغل نيتف، احنا لسه مبتدئين، طلع لنا حاجه ويب نيتف كده وعارفين كل حاجه رايحه فين وجايه منين، وكان ناخد مستوى تاني مثلا، ناخد طول يكون فهمنا، ناخد بقى نعرف نختار مثلا. محمد طه بيرجح الجيت، ماشي. احنا هنقعد كده طول الليل مش ناخد قرار. اللي تشوفه هو الصح يا دكتور، طبعا اللي تشوفه حضرتك هو صح خالص. انا مش شايف خلاص، انا تعبت قاعد من بدري. حاجه بصراحه يا دكتور والله لا يعني عايز اقول لكم يعني ايه، انا طبعا يعني بس شاركتكم في الاتجاهات والحاجات دي. استاذ فريد برضو يقول الموال واوراكل جيت يعني، ومعانا باشمهندس محمد حسن اوربي جيت، ومعانا مين تاني كده؟ ثلاثة. محمد مرزوق اوراكل جيت، تمام، أربعة. وانا كمان يا دكتور خلاص. لا مش تبقى تعزم موبايل بس. لا خلاص ما خلاص. خمسة ودوس الصالح ستة. عايزين نبقى سبعة. عشان يبقى في حاجة يعني احنا محتاجين موبايل ابلكيشن. طب والله موبايل ابلكيشن مع ويب يبقى يعني خير، يعني ما نقولش لا يعني. تمام كويس جدا. كويس. فضلنا واحد عشان يبقوا سبعة. مين هيقول تاني؟ محدش عايز يقول. ماشي. في نقطة بسيطة بس يا دكتور معلش. انت عايز انت مثلا ليك داتا مشكلة يعني خلاص الناس عايزاه وتوكل على الله مش مشكلة. انا ما سمعتش كويس. وانا السابع اتفضل. استاذ محمد اتفضل. في نقطه اللي هي بتاعه ديبلويمنت، يعني انا ممكن بشتغل مثلا جانجو على جهازي وشغال وتمام زي الفل، انا محتاج اخليه اعمله بابليش على ويب سيرفر، تمام. اغلب الكورسات انا طلعت عليها هو بيشرح فقط على جهازك وخلاص وموضوعه خلص، وكذلك الامر بالنسبه برضو للجافا بالنسبه لاكتر من حاجه. عشان ما يدينيش السيرفرات، عشان ايه مشكلتنا دايما؟ اقول لك انا دايما السيرفرات مختلفة. تخش تلاقي مثلا الداشبورد بتاعت مثلا جودادي مختلفة عن مثلا عن اي تو هوستنج مثلا، عن مش عارف ايه. فهدرسك ايه انت يعني هي الموضوع مش صعب. وفي نفس الوقت عيب تاني من العيوب اللي هو بتبقى بفلوس، يعني عشان اجرب معاك فاهمني ازاي؟ هنفتح حساب مدفوع عشان نجربه وتشوف فاهمني ازاي؟ فده كله بيعمل ايه؟ بيعمل وفي الاخر هجربك على حاجه واحده، مش هدفع طبعا في كله عشان افرجك على كل واحده بتتعمل ازاي، فاهمني؟ فاهم انا فاهم بس على الاقل عشان بس ما نستاهلش ايه؟ يعني انا عملت ديبلويمنت للمشروع على حاجه وعرفت اعملها، يعني مثلا اشتغلت سيرفر اوبنتو او سيرفر سنتوس او ايا كان نظام التشغيل اللي عليه، انا عرفت حاجه واحده فيه خلاص بالنسبه لي انا، المهم ان انا بقيت اعرف اعمل ببلش للابلكيشن بتاعي او للمشروع اللي انا عملته بقى خلاص شغال فعليا على الويب. تمام. انت مثلا لو اشتريت VBS ماشي، عندي VBSات كتير ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله. في VBS بقى اوبريتنج سيستم قدامك هتسطب عليه زي ما انت بتسطب في جهازك العادي، فهمتني؟ تعمل انستريشن عادي جدا ما فيهوش اي جديد. تمام. لو VBS، لان VBS بتاع اوبريتنج سيستم، فانت كده بقت العمليه قدامك ايه؟ ماشي الحال.
هي زي ما انت قاعد على جهازك على جهاز جديد وبتثبت وبعدين بتشتغل عليه وخلاص. ده لو في بي اس تمام اللي هو فيرتشوال برايفت سيرفر سيرفر اللي معايا سيرفر معايا روت اكسس عليه وبشتغل فتخش متسطب وكل حاجه ده خلاص كده ما فيش مشكله. لكن لكن الحاجات اللي هي شيرد الشيرد دي بتبقى كل انت كل السيبانه الخاصه بشكلها ومنظمها واختياراتها بس بشكل. وفي حاجات مجانيه ممكن نوريها لكم كداشبورد بتتعمل ازاي يعني كداشبورد شغاله ازاي مثلا زي في هوستنج مثلا خش تشوف كده تشوف الانترفيس شكلها عامل ازاي. لكن برضو ممكن تقع في سيرفر ما يكونش او هوست يعني ما يكونش نفس الانترفيس ممكن تاخد مثلا تقول انا هرفع على امازون مثلا اي دبليو اس مثلا. وعلى فكره دول ليهم كورس خاص بيهم يا استاذ طاهر لو دورت على الانترنت تدور على حاجه اسمها ديف اوبس بس برضو ديف اوبس في ايه فاهمني ممكن تلاقي مثلا ايجور مثلا مايكروسوفت ازاي بتهوست عليه وتبني عليه مثلا ممكن تلاقي حد بيشرح كده ممكن تلاقي حد بيشرح حاجات على اي دبليو اس ممكن تلاقي حاجات بتشرح الناس بتشرح حاجات على على هوستنج يعني شهيره يعني دور بالاسم ده هتلاقيه تمام. ولو عندك بي بي اس خلاص انت الموضوع بالنسبه لك انت هترفع بنفس الاسلوب. طيب خلاصه احنا بنتكلم في ليفل 1 ويب اند موبايل ابلكيشنز يوزنج اوراكل جينز مظبوط مظبوط بس محتاجين تكتب لنا الكونتنت الاندكس الاجندة. رامي نكتب من الصبح. المهم نشتغل بقى احنا زين. لا لا هنشتغل ان شاء الله بإذن الله. لان المغرب بس هيأذن. ليه? عايز. ده لسه المغرب عندهم يا دكتور هيأذن. فبعدين. بعدين. خلاص انا هننام بقى احنا خلاص اليوم تولد. اصلا الفرق ساعة يا اخوانا. الفرق بين المغرب والعشاء ساعة. طيب خير ان شاء الله. يعني دي الفكره اللي احنا بنتكلم اللي احنا بنتكلم حواليها دلوقتي ان احنا نبني الباك اند كلها تبقى بايثون تمام نطلع اي بي اي بس طبعا باسلوب واحد مش بقى بنتنطط بقى كل شويه ايه اي اي او فالكون رجعنا فلاسك نروح جنبه لا هي حاجه واحده عشان ما نقعدش ما تاخدش من بالنا اكتر من اللازم يعني تمام. ونعمل اول حاجه موبايل وويب الاثنين شغالين على فكره على فكره بسيطه جدا بتقوم بكل العمليات الاساسيه اللي انتوا اخذتوها دي بس بتطلع على وشك كده تطلع على الوش كده كموبايل او تطلع على الوش كده كويب يعني. طب دكتور في بس طلب بعد اذنك بالنسبه لي انا ما شاء الله الشباب تقريبا كلهم عارفين ال HTML وال جافا سكريبت وكده كنت بس كويس سالتني في حد يا شباب ما يعرفش اي باك جراوند على اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت خليك الاول في اتش تي ام ال سي اس اس خليك الاول الباك جراوند بتاعك ضعيفه جدا في الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت منعدمه تماما تماما انا مثلك يعني بس عندكم خلفيه عن اتش تي ام ال والسي اس اس ولا كده اشتغلت انا لا السي اس اس نو لكن الاتش تي ام ال يعني انما جافا سكريبت نون يعني ما فيش ابيض لا بس انا يهمني يعني تكون عارفين برمجه يعني مش عارفين برمجه دي هيبقى عندنا شويه صعوبات فاهمني لا لو في حاجه نذاكرها تقول لنا عليها ماشي لو موقع معين او تول يعني ممكن ابعت لكم كورس من كورسات الجافا سكريبت هو مقفول بس انا ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه تذاكروا فيه او كده لكن HTML CSS ممكن هنضطر نخبط فيهم احنا شغالين يعني احاول ان احنا حتى مبادئ كده ماشي محمد طاعز برضه مبادئ ربنا يستر بس ما اكونش اكتر من مبادئ عليكم والا هتلاقينا هنقعد غرقنا مش عارفين فاهمني فعلا هي لو دخلنا يعني لو هنشرح بقى اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت لا ما تشرحهاش يا دكتور ما هي هتبقى محاضره مسجله تبعتها وخلاص ما تفرد لها اي يعني اونلاين ليكتشر او شيء او سيشن يعني هي مش هتيجي في محاضره استحاله تيجي في محاضره لا يعني ادينا المفاتيح لازم يكون لينا جهد زي ما الاخ محمد مرزوق قال لازم احنا نبين من انفسنا ان احنا بنشتغل مش كل حاجه هتيجي كده يعني ادينا المفاتيح على الاقل يعني
ماشي الله المستعان. انا مش عارف، خلونا نرتبها واشوف هنعمل ايه بالظبط، لان هي دي بالنسبه لي كده بالنسبه لي عقبه، لان ممكن تطول الكورس بزيادتين. فاهمني؟ ماشي. يعني انا عارف هي رغم سهولتها هي سهل عشان ما حدش يبقى خايف، هي سهل بس مشكلتها موقع 3W كويس يا دكتور في الشيء W3 سكورز. بس هو الـ زي ما قلت لكم هي سهله جدا بس كتير، يعني لو فتحت ما بتتقفلش. فاهمني؟ ابعت لنا يا دكتور لينك او شيء وان شاء الله نذاكره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. على خير على خير ان شاء الله. حتى انا ممكن ابدا اول جزئيه اعمل يعني حاجه بسيطه كده تكون نيتف، منها نعرف ال HTML مكانها فين وال CSS مكانها فين والجافا سكريبت مكانها فين، ونكلم اي بي اي ورا كويسه ونقول طب احنا عايزين نعلى شويه بالمستوى ونخش في الفريم ورك مثلا. تاني ده هيكون مهم مهم انك عارف البيور بيشتغل ازاي، وبعد كده الفريم ورك هيساعدك في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه. فاهمني؟ فان شاء الله يكون هو ده الجو اللي احنا هنبدا بيه باذن الله. على خير، توكلنا على الله. دكتور حضرتك هتسجل حاجه في البايس بارك زي ما قلت ولا مش دلوقتي خالص هتاجلها؟ مش عارف انا يعني خلاص هاجلها. لا انا الوقت بس مش اكتر من كده، يعني الوقت اللي الواحد لو فات يعني اتمنى من ربنا ان الواحد يفوق كده، لان في حاجات كتير جدا الواحد نفسه يعملها. والله بقول لكم يعني انا يعني عمال افكر ان انا اجل شويه المستوى الجاي وبعدين او يعني هو كده خلق الانسان في كبد، لما الواحد بيبقى مزنوق حاجه كتير الدنيا بتشتغل لما تبقى الدنيا مرححه كده ما العمليه صعبه. الله المستعان. طب هيبدا الكورس امتى بقى؟ هنبدا ان شاء الله. هنبدا بعد قد ايه؟ يعني وقت حتى بسيط HTML CSS جافا سكريبت احنا كدارسين للعلم نبص عليهم بصة قوية، لكن الكورس يبدأ بسرعة. ماشي ان شاء الله، يعني مش قبل اسبوعين بس، على سنة انا يدوبك على ما اعلن عنه عشان لو في حد عايز ينضم للناس، لان انا في معايا يعني حتى انا بفكر كده في شوية تفكيرات، يعني في ناس كانت عايزه كانت بتكلمني دايما عن اوركل جيت، كنت بقول لهم لا ما فيش حاجه شغاله، فممكن تلاقي ناس عايزه تشتغل عشان اوركل جيت. فاهمني؟ ما بيشتغلش بايثون ولا باك اند اصلا، بس هم عايزين يتعلموا اوركل جيت مثلا، فممكن الناس تخش معانا. فناخد مثلا اسبوعين يعني يمكن نحلم بس وان شاء الله نبدا على طول باذن الله. طب والفيز يا دكتور بعد اذنك؟ انا عارف ان انت مش هتتكلم، بس على الاقل تتبعت رساله بالفيز وده ضروري والله. انا برضو لا اخفيكم سرا، انا يعني كنت عايز اعمل حركه بقالي فتره عايز اعملها، يعني انا عارف هتبقى مضايقه بعض الناس، بس هو انا بصراحه حكايه المدفوع والمجاني والكلام اللي بعمله، انا بعمل طبعا مجموعه مجانيه اللي عايز يستفيد تمام لوجه الله يعني، وفي مجموعه مدفوعه، بس المجموعه المجانيه ما بتخشش معانا، ف مش شايف ان دي حاجه كويسه. كنت بفكر ما اعرفش يعني انتوا برضو حق الناس اللي بتخش ومدفوعه، بس انا كنت شايف ان الناس يعني هو اللي قادر يدفع بيدفع، اللي مش قادر يدفع ما يخش معانا وياخد ويحضر المحاضرات ويعمل، يعني هيأثر علينا في ايه؟ فاهمني؟ انا بقول كده اللي هو قادر ومش قادر خلاص، يعني يخش معانا ويحضر ويسمع وخلاص، يعني العلم المفترض ان هو ما يبقاش واقف على فلوس يعني. لكن لا، العلم الشرعي هو اللي مش واقف على فلوس. الاحتساب لا يمنع الاكتساب. ماشي، هو اي علم يا استاذ محمد؟ العلم الشرعي ده ما فيش فيه فلوس، انما علم الدنيا في فلوس. ما فيش حاجه شرعي وغير شرعي، كله طالما خير يبقى شرعي. كله خير كله خير يعني. انت دلوقتي لا انت بتشتغل ليه؟ الشركه مش فاتحاها سبيل ولا انت ولا بيدوك راتب من غير مقابل. خلينا نكون عمليين. مش شرعي انت ما دكتور في العلوم الشرعيه، فانت معاك بقى ربنا يعني. لا العلماء الراجل جالس بيتكلم. الاستاذ محمد بيتكلم صح، يعني هو الاخر حضرتك بتتعب وبناخد وقت، يعني هو حضرتك مش يعني بتدينا من خبرتك وبتدينا من وقتك الحاضر، يعني خبرتك السابقه
وقتك الحاضر، وده شيء غالي جدا يعني، حاجه مش هينه ومش قليله. لا غير كده كمان يا اخوانا، احنا مش بنتعلم عشان نشتغل. يا زلمه محمد، يا زلمه محمد، يا زلمه محمد بالراحه، صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو الدكتور عادل هيقول اما يتم الاعلان الكورس ده 8 جنيه. طه مثلا حضرتك هتدفع الجنيه. هو جه طه كلمه قال والله انا معيش الجنيه فعايز احضر معاك، هو وافق ان طه يحضر من غير ما يدفع الجنيه. حضرتك عندك مانع ان طه يحضر من غير ما يدفع الجنيه زي ما انت قلت له؟ اشمعنى ان انا دفع؟ لا بالعكس، بالعكس، لان ده مش حقي، ده مش حقي انا. طه فهمني، دكتور طه فهمني. لا وقتها طه طالما الدكتور وافق انا ماليش دخل، انا بتكلم انا برضه دي. هو يخشى ان مثلا استاذ محمد اللي دفع الجنيه يتضايق اما طه بتاع ببلاش حضر معاه. لا يا اخي برضا وسلاما، لا لا لا، ولا اي شيء، ولا اي شيء، بالعكس. انا بس برفع الحرج عن الدكتور لان انا عارف طبيعته، يعني الله يزيده من فضله هيستحي وبيجي على نفسه، بس الامر ده لا تطلبوا الاشياء بسيف الحياء. زي ما حكيت لك الاحتساب لا يمنع الاكتساب. اضافه كده اسمح لي بس اكمل وحضرتك قول اللي انت عايزه عشان انا مش يعني مش هقطعك يعني. الدكتور يحدد المبلغ اللي هو عايزه طالما وافق ان في ناس تدخل فري، اهلا وسهلا وبرضا وسلاما، ويمكن يكونوا احسن مننا. الواحد ما يعرف العمل اللي ربنا هيتقبله منه ايه. اما يكون ان احنا مثلا نحرجه او كذا، لا كتير لا قليل، ده بينك وبينه. لما الراجل بيعرض بيقول انا عايز فيجر معينه، والله عايز مثلا يعني $1,000، خلاص ماشي الحال اتفضل، غيري انا ما قدرتش بروح اقول له خليهم كذا او ببلاش، ماشي الحال. لان ده مهم جدا يا اخوانا، يعني الدنيا كده للاسف. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر المال وذكر، انا مش عايز بس اعمل فيها شيخ ولا بتاع، انا اقل منكم والله بكثير. بس يعني اللي احنا بنتعلمه والله اقسم لكم بالله، يمكن انا يعني سني كبير شويه، لكن والله والله انا ما شفت حد حتى اللحظه اللي بكلمكم فيها بيشرح زي الدكتور او بيدي معلومات زي الدكتور. ربنا يبارك فيك. انا شخصيا اشتغلت في التريننج والامبلمنتيشن اكتر من 20 سنة، يعني لسه من بس من فتره قليله بكلم واحد في التليفون بساله سؤال، ام قال لي ده سؤال غير اللي متفقين عليه، وبياخد ساعه شغل مبلغه قد كده. فخلينا نكون عمليين احنا، يعني ده شيء بالعكس شيء يبسطنا ان في انسان عارف وعالم ويتقي الله عز وجل في معلوماته ويديها لنا. طب ده لا يقدر يعني بصراحه. ده انا اسف للتطويل لاني ما بحبش، بس الدكتور هو اللي يقرر في الاخر مش انا. يعني خير ان شاء الله، يعني سيبونا ان شاء الله خير باذن الله زي ما اتفقت معكم باذن الرحمن. هعلم كده قريب ان شاء الله ايام واسبوعين ونبدا باذن الرحمن ان شاء الله. خلاص توكلنا على الله. هو بعد اذن حضرتك لازم على ما الاسبوعين يعدوا مطلوب من الناس تعرف 1 2 3 4 في ال HTML و CSS، يبقى كتر خيرك، ويبقى ايه اللي قطع شوط قطع، وكل واحد من الناس تحديدا كذا عشان يبقى يعني كذبا للوقت يعني. طيب انا مبدئيا قبل ما اخرج كل الناس مطلوب منها ايه؟ بعد اذنكم راجعوا الويب ريست اي بي اي اللي اتعملت على الباك اند على الاقل اعملوها، يعني دي على اقل شيء. يعني انت عملت الداتابيس وعملت الباك اند بتاعتك وعملت الاي بي اي، عملت لي الاد والابديت والديليت والسلت، يعني على ان كده كده انا هبني فوقيهم. فانت هتسيب دول اللي في ايدك وهروح انا اقول لك ده ذاكر دول، فاهمني ازاي؟ ولا طولنا دول ولا طولنا دول، فاهمني ازاي؟ يبقى عملنا ايه؟ حرام بصراحه. انت بس قلت لي ان انت عندك داتابيس وعرفت دول وبتبني الكلاس بتاعك واوبجكت اورينتد وبتبني بالبايثون وبتعمل الباك اند، يبقى انت على الاقل وصلت لي للايه؟ للاربع مربعات دول، صح؟ حلو. مفيش حد يكون موقعهم بحيث لما نيجي نبدا يبقى الموضوع ده خفيف عندنا، مش هناخد التفصيل، فاهمني؟ نجري على طول، نجري على طول للحته بتاعت الفريم ورك ونبدا نبني على طول مباشره، هتبقى العمليه بالنسبه لنا اسرع بكتير. انا كطالب مجتهد انا مخلص كل اللي عارفه، انا عايز ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، انا مجتهد. ما حاجه تاني
للزملاء اللي حابين ياريت نعمل جروب نساعد في بعضينا. وانا عندي طريقة استاذ مرزوق، اذا ممكن انت تعمل لنا في الاسبوعين دول 2 سيشن او 3 سيشن على ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ايه ده، انا ما قلتش ان انا اعرف. دي لو في الهيبات يقول بقى الحته دي انا يعني هربط لكم بشكل كويس. انا بس انتوا حاولوا الحته دي ودي ان شاء الله سهله. انا ساعدكم في اللي فات اللي هو شرح الدكتور ده، ان انا ممكن اقدم لكم كل اللي شرحه ممكن يكون مكتوب وسورت كود واللي انتوا عايزينه. ولو حد عايز يسال سؤال لينا كلنا يعني معلش واحده واحده بس، مكتوب ايه؟ كاتب الشرح ايه؟ انت كاتب الشرح؟ مكتوب الشرح اللي عايز يطبعه ويقراه يعني لو هو مش فاضي. لو كاتب الشرح بعد اذنك دي حاجه بالنسبه لنا مهمه، يا ريت تتواصل معايا ونراجعه، يعني اراجع الشرح بحيث وننزله للناس برضه في الاخر يعني فري، ما عنديش مشكله، بس انا اقصد ان هو يعني يطلع بشكل كويس، ما يبقاش يعني لو تتواصل معايا اقول لك نراجعه واقول لك نكتبه ازاي، لان دي حاجه مهمه جدا وهيبقى دوكيومنتيشن مهم جدا للناس، فاهمني؟ انك بس يبقى الاكزامبل وتحتيها كده ولو نوتس صغيره جنب البتاع هيبقى احسن من 100 كورس من اللي احنا بنعمله، لان الانسان لما بيتفرج على الفيديوز الطويله والرخمه دي، لكن لما يجي يقرا على السريع بيروح للمثال اللي عنده فيه مشكله والنقطه اللي مش فاهمها، بيقرا سطرين بيفهم، فبتعمل سرعه جامده جدا في الفهم. فلو ده عندك خلينا الاول يعني راسلني نبص عليه ونراجعه وننقحه وننزله للناس بشكل يعني كويس. تمام يا دكتور، ما فيش فيها مشكلة. تمام. الحتة الثانية، النقطة الثانية بتاعت ان انت ممكن تبقى جاهز انك تساعد بعض زمايلك سواء في البايثون في الكورس اللي فات ده او في الكورس اللي قبليه، يعني لو ما عرفش الكورس اللي قبليه البايثون والادفانسد البروجرامنج اللي هو البروجرامنج العادي، فياريت انا اقترحت الاقتراح ده في المستوى الاولاني وقلت لهم يا شباب لو في حد يعني من الناس اللي اتعلمت وكويس وشايف نفسه يقدر يساعد يعني يعمل سيشن بس كده مراجعات سريعه للناس اللي وقعت مننا في النص والبتاع مش عارف ايه زي كده، وكان في حد كان تطوع بس حصل له ظروف تقريبا وما قدرش يعني يمشي الحال، لكن كانت الفكره كانت قائمه، يعني فكره ان يبقى في حد يكون استوعب يساعد زمايله في بعض النقط اللي واقع فيها، يا ريت. انا يعني اتمنى ده يعني، فاهمين؟ فدي نقطه لو انت جاهز فيها برضو انسق معاك واجمع لك مجموعه من الشباب ويعني وتساعدهم في تو ليكتشرز 3 زي ما تحبوا، او انا هحدد لكم توبيك معينه، يعني انا عايزكم توصلوا للحته الفلانيه تركزوا على كذا وكذا وكذا مثلا، فهقول لك عليهم وانت تقوم داخل ايه. بس انا مش عايزك يعني تتقمص دور انك هتشرح فروم سكراتش، ده برضو مش حلو، لان هم زي ما وصلوا لهم فروم سكراتش وما عملوش حاجه يبقى فروم سكراتش تاني مش هيعملوا حاجه، فاهمني؟ فهتفق معاك لو انت موافق طبعا على حسب وقتك، انا ما اعرفش وقتك ودنيتك ايه عشان بس يعني زنقتك. بشتغل في الشهر فبقيت الشهر فاضي وبذاكر 10 ساعات في اليوم. طيب ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. فتواصل معايا نرتب بحيث ان احنا نساعد زمايلنا لوجه الله، يعني دي حاجه كويسه. وبالنسبه لموضوع التكست زي ما تبقى معاك في التكست ده مهم، وحتى برضو الكلام ده برضو كان في الكورس اللي فات اتكلمنا ان الـ الاكزامبلز بس كتب عليها نوتس وكده، بس برضو للاسف الناس ما قدرتش تكمل معانا، الله اعلم بظروف الناس، بس يعني الفكرتين دول فكرتين من الفكرتين اللي كنت مهتم بيهم جدا جدا في المستوى الاول، وما زلت طبعا مهتم بيهم في المستوى الثاني، وما زلت مهتم بيهم في اي كورس، لان بصراحه الكورس فيديوز بس كده، انا عارف ان اغلب الناس بتذاكر فيديوز بس، صدقني انت صعب انك تراجع الكورس ثاني من الفيديوز، ثاني مره دي صعبه جدا، فاهمني؟ لكن لو معاك حاجه تكست انت اصلا بتعرف الموضوعات فين، هتلاقي نفسك بتسريع اكتر. فيا ريت تواصل معايا وننسق ان شاء الله، ويكون خير يكتب ربنا باذن الرحمن.